النهارده جاي لك بقناه فالوب. تمام. عامله ايه قناه فالوب في تاخر احنا الانجاب؟ لازم نشرح للناس ايه هي قناه فالوب. اوكي. الاول عشان برضو مش كل الناس اللي بتشاهدنا دلوقتي مستوعبه ايه هي قناه فالوب وايه هي دورها في حدوث الحمل وازاي تعاكس حدوث الحمل. قناه فالوب دي هي الرحم اللي السيده بيبقى فيه قناتين دول، واحده يمين وواحده شمال. اوكي. يعني لو نتخيل ان الرحم بيبقى زي جسمي هنا طالع منه انبوبتين، واحده يمين واحده شمال، هما اللي دورهم التقاط البويضه بتطلع من المبيض تنزل في الحوض. ودي نقطه مهمه هرجع لها بعد كده تاني، هي البويضه ما بتنطش من المبيض لقناه فالوب، هي البويضه الحويصله بتنفجر تنزل تنفجر في الحوض. قناه فالوب ليها اهداب واقفه، القناه مش متعلقه كده جنب الرحم. أوكي. هي قناه نازله جنب الرحم وفي اهداب زي صوابعي دوت، لما بتنزل السائل اللي فيه البويضه الاهداب ديت بتشفط البويضه في قناه فالوب. ليه انا بقول المفهوم ده؟ ان في بعض الاحيان سيده تستأصل قناه فالوب اليمين مثلا، فتقول لك لا انا فرصه حدوث حملي هي شهر وشهر، ان التبيض مره يمين ومره شمال، فلو البويضه طلعت من المبيض الشمال لا تمتصها الانبوبه غير الشمال مش اليمين. وده مفهوم خاطئ خاطئ علميا، ان البويضه بتطلع سواء من المبيض اليمين او الشمال بتنفجر في الحوض، والانبوبه سواء اثنين او عايمين في الحوض هم اللي بيشفطوا البويضات. فممكن البويضه تطلع من الانبوبه الشمال المبيض الشمال، لكن أوكي. الانبوبه اليمين هي اللي تمتصها وتسحبها مش اليمين. فاللي عندهم انبوبه واحده ما عندهمش نص فرص الحمل زي ما الناس فاكرين او شهر وشهر. ديت حاجة ساذجة بسيطة الناس يعني فاكرينها. يعني برضو المعلومة دي غلط. لو في دي انا بضحك عليها، بتجيلي كتير جدا وللاسف في دكاترة كتير قوي بتقول للناس كده، ان انت طالما شايلة انبوبة او مستأصلها او مزودة ففرصة حملك هي شهر او شهر. لا، انا بقالي 8 سنين بقدم طبي، المعلومة دي بسمعها زي السيدات والمعلومة طلعت للأسف غلط. في حاجات تتوارثتها الاجيال الطبية. أيوة. والناس وبتتوارثها فكده. الانبوبة يا جماعة هي عايمه جنب، هي واقفه جنب الرحم عايمه الاهداب بتاعتها في الحوض. أوكي. فالبويضه بتنزل في الحوض، اللي بتشفطها الاول هي اللي بتطلع فيها. المبيض لما بتنفجر البويضه بتنزل في الحوض في مكان واحد، يعني كانه حوض. حوض وفي الانبوبتين كده كان في حوض غسيل. انت نزلتي فيه سواء بقى جت من اليمين او الشمال، والانبوبتين موجودين فيه واحده او اثنين هي اللي بتشفط منه البويضه. اوكي. فالبويضه يبقى بتنزل من المبيض تنفجر الحويصلة، تعوم السائل في الحوض، الأهداب بتاعت قناة فالوب بتمتصها. بيحصل لما يحصل الجماع، الحيوان المنوي بيعدي من خلال المهبل عنق الرحم ويدخل لقناة فالوب، يقابل البويضة في قناة فالوب، يتم تقصيب البويضة في قناة فالوب، وبعد كده البويضة المخصبة اللي هي بقت جنين ترجع تاني تنتقل إلى رحلة عمرها 4 لـ5 أيام إلى تجويف الرحم لينغمز الجنين في الرحم ويحدث الحمل. يعني هنقول على قد ما أنا فهمت طبعا، ولو غلط حضرتك تصحح لي، إن التخصيب بيحصل داخل قناة فالوب، ولو حصل أي مشكلة سيدة وفقدت قناة من القناتين فده ما بيعوقش أي حاجة زي المفاهيم الغلط اللي بنسمعها. لو في قناة واحدة سليمة سليمة الست ممكن تحمل طبيعي منتهى السهولة، وفرصة حملها كل شهر متساوية زي الفل، مش شهر مفيش مشاكل كمان شهر. مش شهر وشهر. ليه بيطلعوا كلام غلط؟ دي نقطة مهمة قوي أحب إن الناس والمشاهدين يفهموها. طيب، لو قنوات فالوب انسدت الاتنين يبقى الست مش هتحمل، ان الحيوان المنوي ميكانيكيا مش هيقدر يوصل. انت عندك في كوبري ما بين ناحيتين في النيل. اوكي. وما فيش وريك مش هتقدري توصلي، فالحيوان المنوي مش هيتقابل مع البويضه فمش هيحصل حمل. فلو في انسداد يبقى غير وارد ان الحيوان المنوي يقابل البويضه، غير وارد انه يحصل حمل. طيب، في القناتين ده لو في القناتين حلو. لو في بقى في قناه واحده فيبقى عندنا في انسداد بس وفي تضخم، ايه الفرق ما بينهم؟ الانسداد الانبوبه ممكن تكون مسدوده من بدايتها فبالتالي الحيوان المنوي ما بيوصلش، وفي انبوبه بتكون مسدوده من نهايتها فبالتالي بتنتفخ يا اما بسائل التهابي اللي هو انفلاماتري فلويد بنسميه، فبيبقى سائل مائي، عشان كده اسمها هيدرو سالبنكس. هيدرو باللغه اللاتينيه هي ميه، وسالبنكس الانبوبه.
فالانبوبه بتبقى عامله زي القربه، القربه اللي مليانه ميه، او ساعات بتكون دم، او ساعات لو يكون فيها ميكروب بتتحول الى صديد. اوكي. فبتبقى منفوخه، بيبقى عندنا انبوبه منفوخه يا اما سائل مائي يا اما دم يا اما صديد. فهي ميكانيكيا مسدوده. اوكي. فبالتالي مش هتوصل حلما، زائد ان السائل اللي جواها دوت بيرتد الى الرحم. ما هو محبوسه، هي البالونه هي عامله، عارفه البالونه الرفيعه بتاعت الولاد زمان اللي هي كانت زي الدوده دي. زي الدوده. فانت عمرك ما تقدري تنفخي انبوبه غير وهي مسدوده. صح. فكون انها منفوخه فهي اكيد مسدوده. طبعا. لما بتنفخي في حاجه مفروده السائل اللي فيها بيرتد الى الرحم. فحتى لو قناه فالوب الثانيه سليمه والحمل حصل منها، لما بيرتد لما بيدخل الجنين الرحم، الارتداد العكسي اللي من القناه المنفوخه سواء سائل او صديد بيمنع التصاق الجنين. فلو انت عندك قناه فالوب متضخمه ومنفوخه بسائل مائي او صديدي، يبقى فرصة الحمل الطبيعي غير واردة. أوكي. وفرصة نجاح الحقن المجهري كمان غير واردة. إن هذا السائل المرتد بيمنع انغماس الجنين في تجويف الرحم.